مشاهدينا، العديد من المواضيع إذا شغلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي، اخترنا لكم بعض من هذه المقاطع. وفي مقابلة إذا تلفزيونية لقناة البي بي سي استضافت جزيل خوري ريبال الأسد نجل رفعة الأسد، حيث تحدث عن تاريخ آل الأسد الإجرامي مبررا أعمال والده رفعة الأسد في لقاء لم يخلو من المراوغة والأكاذيب. نتابع. الثمانينات طبعا بتذكر انا كثير منيح لما قبل ما نخرج من سوريا في الثمانينات كيف كنا عايشين في الرعب اللي كان موجود عندها، كان لما كان في حمله الاخوان المسلمين اللي قتلوا فيها الكثير من السوريين ومن الابرياء ومن الاطفال ومن النساء. وبتذكر كمان كيف حاولوا يفجروا شحن في بيتنا في على اوتوستراد المزي، فكنا مستهدفين دائما، يعني ما فينا نروح لاي مكان غير يعني حراسه، غير الطفل هذا بيتاثر كثير بهالمشاهد. وكنا نسمع دائما يعني الاخر انه ليش نسال ليش ما فينا، ولا اليوم صار في تفجير بالازبكي، اليوم صار في تفجير كذا، اليوم قتلوا الضابط فلاني، اليوم قتلوا الكاتب الفلاني اليوم، فكان شيء يعني بيخوف صراحه. حتى يعني ابو احد طبعا من اصدقاء يعني مثلا الدكتور شحاده خليل يلي كمان قتلوا، انا بعرف اولاده كثير منيح يعني من نحن وصغار طبعا. يعني انا اللي بتذكره من عمي طبعا مو شايفه كمان يمكن ثلاث اربع مرات في حياتي، بس بتذكر تذكر الوالد كان يحكي، يعني بعرف انه الوالد يعني محبته لاخوه كانت كبيره وبلا حدود اصلا يعني، ورفض يعني يحكي اي شيء ضد اخوه، اي شيء ضد ابنه، لانه محبته لاخوه تفوق اي تصور. في سابقة خطيرة انتشر مقطع فيديو لعملية قتل صحفية ومصور أثناء البث المباشر على الهواء، وذلك من خلال إطلاق رصاص من قبل مسلح في ولاية فيرجينيا شرق الولايات المتحدة الأمريكية. وكان الصحفيان في مهمة عمل لحساب محطة CBS الأمريكية. قال متظاهر لبناني إلى نجم في مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره وراء مراسل قناة MTV اللبنانية وهو يرقص وخلفه الحرائق خلال نقل مباشر على الهواء، مما أضحك مئات المشاهدين خلال أحداث المظاهرة الأخيرة وسط بيروت. نتابع. الفيديو يعني يوصل إنه تم يعني إطلاق النار عليه مرات، لكن الآن من المصدر الأمني إنه هذا الشخص بحالة موت بناحي وهو بإحدى مستشفيات العاصمة، فبالفعل الشخص بعد أن توارى عن الأنظار لحوالي عام إثر اشتباكات بين جماعته والجيش اللبناني، عاد أحمد الأسير من خلال رسالة صوتية نشرتها حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي يتحدث فيها عن وصيته في حال اعتقاله، وتزامن ذلك مع أنباء اعتقاله من قبل الأمن اللبناني في مطار رفيق الحريري الدولي. نتابع. إذا صار لي شيء قتلت او اعتقلت، لانه هون بالمناسبه يعني صح انه كل الاجهزه الامنيه عم تبحث عني وعجزت بفضل الله سبحانه وتعالى، بس منا مستحيل، ليس مستحيلا ان اعتقل، ليس مستحيلا ان اقتل، ولست افضل ممن اعتقلوا او قتلوا في سبيل الله. هذه وصيتي لاخواني وخاصه للمجاهدين في العالم كله لا سيما في العراق والشام. أناشدكم الله وأستنصركم بالله، أنا العبد الفقير أحمد الأسير الحسيني الذي ناصر إخوانه المظلومين في سوريا وليس لي منة ولا فضل، وناصر أمته بما يستطيع، الآن أناشدكم بالله وأستنصركم بأن تنصرونا في لبنان، أن تنصروا أهل الدين أهل السنة في لبنان، لأن المجرمين قد أجمعوا علينا، ولأن الوهن قد ضرب معظم قلوب أهل السنة. وأخيرا نترككم مع طريقة جديدة للزواج، حيث اختار زوجان في الولايات المتحدة الأمريكية عقد قرانهما تحت الماء غوصا، وذلك مع مشاركة الأصدقاء في الحفل من خلال قوارب زجاجية. إذا نتابع هذا المقطع.
مستمرون معكم ونتابع. في ملفنا الأخير، مناشدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي: توقفوا عن جعل الأغبياء مشاهير، فهل من مجيب؟